دأب الاتحاد الاشتراكي حتى وهو في زمان المعارضة التي امتدت على مدى 4 عقود على تقديم برامج انتخابية معقولة ممكنة التحقق قابلة للإنجاز فيها الكثير من الموضوعية دون تجنن ودون أحلام ولا مزايدات. وبطبيعة الحال تجربته في تدبير الشأن الحكومي على مدى سنوات أضافت له قيمة مضافة هو أنه أصبح على دراية واسعة بقضايا الدولة وبكل المعطيات الدقيقة المتعلقة بحياتنا الوطنية على كل الأصعدة وعلى كل المستويات. ثم إن انطلاقا من وعيه بأنه قد تحول إلى حزب مسؤول كبير يراعي مصالح وطننا فقد انفتح وهو يحضر لبرنامجه الانتخابي الحالي على العديد من الهيئات الوطنية والتقارير الموضوعية والمؤسسات الدراسات المسؤولة بطبيعة الحال بالإضافة إلى ما راكمه خبراؤه ومناضلوه وجامعيوه ومهندسوه وكل أطوره من معرفة ودراية بكل هذه القضايا، وهو ما أفضى إلى إنتاج برنامج نعرضه على الشعب المغربي كنوع من التعاقد الجديد مع مواطنينا بمناسبة استحقاق 7 أكتوبر المقبل. هذا البرنامج بطبيعة الحال بالنسبة لحزب عرف المغاربة وعرف المغرب جيدا ضم كل ما يمكن أن يتصور في حياتنا الوطنية من قضية حوادث السير إلى الاقتصاد الاجتماعي، من قضايا النساء إلى قضايا الجهوية، من القضايا الاقتصادية إلى القضايا البيئية، من القضايا الثقافية إلى القضايا الدينية، من قضايا الحكامة إلى قضايا الترشيد. كل مجالات حياة مواطنينا وبلدنا تطرق إليها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا البرنامج بدقة، بمعقولية، بدون مزايدات، بدون أرقام زائفة، وبدون شعارات تهدف إلى دغدغة المشاعر ولا تخاطب عقول ناخبنا ونخبتنا بالأساس. هذا البرنامج فيه الكثير من المحاور، ولعل ما استوقفني بالإضافة إلى المنتوج لهذا المنتوج الجيد برمته هو الجانب المتعلق بالجهوية والمقترحات التي قدمها حزبنا في هذا المجال. وقبل أن أتطرق إلى ذلك لابد من الإشارة إلى أن ورش الجهوية هو مفتوح في بلادنا منذ 40 سنة، وعمره هو عمر التجربة الديمقراطية المغربية الفتية، وقد جربنا منذ منتصف السبعينات وإلى حدود اليوم ونحن نعيش نوع من التجارب التي لم تفضي بنا بعد مع كامل الأسف إلى أن ننتج جهوية حقيقية تكون فيها السلطة لنخب الجهات ولمنتخبيها بتعاون دون تنازع، بتعاون بطبيعة الحال مع كل السلطات الأخرى وكل الفاعلين الآخرين. أول شيء طرحه الاتحاد في هذا الموضوع هو أن نعيد تعريف هوية الجهوية بالمغرب، الهوية الجهوية بالمغرب، وهو شيء أساسي ومهم ونوع من الإبداع الذي يقدمه الاتحاد الاشتراكي. إذ لا يكفي أن نجمع أقاليم ونمنحها نوع من السلطات تحت وصاية ضاغطة وندعي بأننا قطعنا أشواطا في الجهوية، ثم كذلك لا يكفي أن نضع مؤسسات منتخبة نسميها جهات ويظل المركز هو المتحكم في كل شيء ونقول بأنها جهوية، ثم لا يكفي أن يكون لنا منتخبون لا دراية لهم ولا قدرة لهم على أن ينتجوا نوع من التنمية الجهوية التي تظل في البدء والخبر مرتبطة إلى المركز ومرهنة إلى السلطات المركزية وندعي أن هناك جهوية. وعلى هذا الأساس في الاتحاد الاشتراكي يقترح مثلا أن ونحن نعيد تعريف الهوية الجهوية بالمغرب أن يكون التدبير ديال التنمية اختصاص جهوي خالص، وأن يتم في وضع الميزانيات الجهوية اعتماد نفسي لنومنكلاتور يعني التبويب القائم في الميزانية العامة، وأن يتم إلحاق المصالح الاقتصادية أو الأقسام الاقتصادية
والاجتماعية بالعمالة إلى الجهات، وأن يتم تقوية الرصيد البشري للجهات، وأن يتم تمويل وتقوية الحضور البشري بطبيعة الحال، وكذلك الموارد المالية للدولة التي يجب أن تنقل. وهذا الورش لا يمكن أن يتم بطبيعة الحال، خصو اختصاصات، خصو تقليل من سلطة الوصاية لفائدة الشراكة والتعاون، وما يكونش الوصي مسؤول على الوصاية وعلى مراقبة القوانين، بل يجب أن يكون مشاركا وشريكا فعليا للمنتخب. خص موارد مالية حقيقية لتمويل التنمية الجهوية. خص المشاريع الجهوية. هادشي كله خص واحد المشروع آخر يجب أن ينطلق، يتعلق باللاتركيز لا ديكونسونتراسيون. احنا تكلمنا كثيرا على الجهوية وعلى اللامركزية، ولكن لم نتكلم ومشروع اللاتركيز المرافق أساسا ووجوبا للجهوية وللامركزية اللي هو اللاتركيز، يجب أن يباشره المغرب في أقرب وقت ممكن، ويجب أن نقطع مع منطق التجريب اللي جعلنا في لحظات معينة تحت الضغط ضغوطات موضوعية أو غير موضوعية، على أي حال نجمع أقاليم وندعي أنها جهات، ونفصل هذا الإقليم عن محيطه ونربطه بإقليم آخر لاعتبارات غير مرتبطة أساسا لا بالتنمية ولا بالاختيار المستقبلي ديال الديمقراطية في بلادنا. لأن الاتحاد الاشتراكي مقتنع شديد الاقتناع بأن مستقبل الديمقراطية في بلادنا، ومستقبل التنمية في بلادنا، ومستقبل الاستقرار في بلادنا، ومستقبل تأهيل الطاقات الشابة وتفجير كل الطاقات التي تكمن في المجتمع هو في الجهوية. وكلما قوينا الجهوية على عكس ما يدعيه الكثيرون، فنحن عمليا نقوي الحكم المركزي ولا نضعفه كما يزعم البعض، لأن في ذلك إتاحة للفرص لكل النخب الشابة والنساء والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والسلطات العمومية والمنتخبون، لهم نتيح لهم فرصة أن يفجروا طاقتهم حيث هم، وأن يحسوا بنوع من الحرية في إبداعهم وفي خلقهم وفي مقترحاتهم. من هنا بطبيعة الحال لما نقترح هذه القضايا ديال نقل الاختصاصات ونقل الموارد وتأهيل العنصر البشري وتخفيف وطأة الوصاية وجعل المنتخبين سلطة حقيقية وجعل التنمية المحلية هي الأساس ماشي المركز هو الذي يملي هذا، فنحن بطبيعة الحال لا نلغي فرضية ووجوب التضامن البين جهوي، وجوب تضامن بين السلطات المركزية والجهات، وجوب تضامن بين توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل على كل الجهات، حتى نخلق وطنا متكاملا متضامنا، جهات تصب في نهاية الأمر في المصلحة العليا للوطن، اللي هي الاستقرار، هي التنمية، هي الديمقراطية، هي جعل المغاربة شركاء في صنع مستقبلهم. الاتحاد الاشتراكي انطلاقا من هذا الوعي العميق بأهمية الجهة، بأهمية النخب الجهوية، باستراتيجية هذا الاختيار، يطالب أولا وقبل كل شيء، وحان الوقت إلى أن نطلق هذه الدينامية فعليا، سواء من خلال القوانين، سواء من خلال إصلاح المنظومة ديال المالية أو ديال الضرائب أو ديال الصلاحيات. ونعتقد بأنه يجب أن نثق في شعبنا، يجب أن نثق في نخبنا، يجب أن نثق في أمتنا، ويجب أن نثق بأنه كل ما حملنا المسؤولية للمغاربة، كل ما فتحنا لهم المجال للمشاركة، إلا وسيكونوا أحرص ما يحرصون على مستقبل بلادهم وعلى استقراره وعلى تنميتهم وعلى مستقبل الأجيال الصاعدة.